الآن تدري مثل ما تعرف رجعنا إلى وتيرة الضربات الميليشيات. يعني اليوم سمعنا أكو صواريخ وضربات على قاعدة بلد أيضا من إحدى المناطق اللي موجودة بديالة بلد الجوية طبعا، وهذه مو المرة الثانية، هاي المرة الثالثة اللي تنضرب في فترة جو بايدن. وواضح أنه قد نكون أيضا أكو توقعات وتحليلات تقول أن الضربات راح تزداد بشكل أكبر، يجوز اليوم يجوز باكر، إلى أن نوصل إلى يوم الأربعاء مرحلة الحوار الاستراتيجي. تعتقد هاي الضربات راح تأثر على طبيعة النقاش اللي راح يصير؟ لا، شوف، هذول اللي يسوون هاي الضربات يحكون طبعا، يعني آسف إذا أقول، هذول ناس ما يستحون. أقول ما يستحون لسبب بسيط. هم بعضهم يحكي أنه إحنا نريد ندافع عن سيادة العراق. طبعا يعني تعرف ليش واحد ما يستحي، لأنه هو دافع عن سيادة إيران. بالواقع سيادة إيران عليه، مش سيادة العراق على نفسه، وإنما سيادة إيران عليه. بس واحد ما يستحي ممكن يقول كل شيء، وممكن يتصرف يسوي أي شيء، فيروح يودي صواريخ لصالح إيران مش لصالح الدفاع عن سيادة العراق، وليس من أجل الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب حبا بالعراق. هم يفعلون ذلك حبا بإيران وولاء لإيران، وهذا أمر يعني بالمناسبة حتى لا يحتاج أن يقال. العراقيون يعرفوه، العراقيون يعرفون كل هؤلاء. هاي الأورطة مال الميليشيات والعصابات والنهابة والسلابة والحبشية، هذول اللي تحولوا إلى أنت تعرف، يعني وزراء من دون داعي ومسؤولين كبار وهم جهلة إلى آخره. يعني كل هذول يؤدون دور بسيط، هو خدمة مصالح إيران، ينهبون هذا البلد لصالح إيران، وبالتالي يستطيعون أن يمارسوا أعمال التهديد ضد الولايات المتحدة من أجل القول أنه يعني خففوا الضغط عن إيران. مو بس بالعراق بالمناسبة، هذا الأمر نفسه يصير باليمن، هذا الأمر نفسه يصير بلبنان. يعني شايف أنت البلد بلبنان، شايف الانهيار، ما في عراقنا يعرف اليوم حجم الانهيار اللي حاصل بهذاك البلد. يا أخي قنبلة نووية انضربت بمرفأ بيروت والبلد مفلس، والملايين اللبنانيين ميتين جوع. بالمناسبة حالهم أسوأ من حال العراقيين، لكن والعالم بالمبادرة الفرنسية، العالم أبدى استعداده بعد زيارتين للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أبدى استعداده لإعادة تمويل لبنان وإعادة بناء لبنان. ماذا فعل حزب الله؟ أعاق تشكيل الحكومة. ليش؟ لأنه يريد يدافع عن مصالح إيران. إحنا نخرب لبنان طالما بقيت إيران محاصرة. ارفعوا الحصار عن إيران، بكرة تشكل حكومة سعد الحريري. بسيطة. السعودية أطلقت مبادرة للسلام سياسية وعسكرية وإنسانية وإلى آخره، يوقف الحرب في اليمن. ماذا فعل الحوثي؟ أعاد إطلاق صواريخ على السعودية. ليش؟ لأن إيران محاصرة. الميليشيات العراقية مثل الحوثي، مثل حزب الله، مثل كل العصابشية، هذول عصابة الولي الفقيه، يخدمون طرف آخر، لا يخدمون بلدانهم ولا يهمهم على الإطلاق ماذا يحصل في هذه البلدان. يا أخي انظر في لبنان، انظر في هذا البلد، أناس لم يعودوا قادرين على أن يحصلوا على لقمة العيش. العملة انهارت، هناك في نفط في العراق شوية ما زال قابل للنهب والسلب إلى آخره، في بعض القضايا الاقتصادية اللي تخلي بعض العراقيين يقدرون يشترون خبز. بس جاي الوقت، أنا أقول لك جاي الوقت حتى لا يجدون خبز أيضا، مثلهم مثل لبنان إذا بقيت إيران محاصرة.